مرحبا وسهلا. تعرف بحضرتك؟ انا علي رافع من الزامله من الموصل. من الموصل جينا نزور الاربيل ونطمش على الاماكن السياحيه. سمعتوا شنو قال؟ قال نطمش. نطمش يعني شنو؟ قوية بلا يعني مباوع، يعني مباوع باللهجه البغداديه طبعا. ايه طيب، اريد لهجه يعني شيء باللهجه المصلاويه غريب. كلمه غريبه، كلمه غريبه. شمزي بما انه وصيف. ايه شمزية. يعني رقية. تحياتنا لكم كل عام. راسي نورتينا، اهلا وسهلا.